مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير الكيك بالليمون بالحامض. كيك كتير كتير سهل وبسيط وطيب، شكل بشهي وناجح ان شاء الله معكم، بينجح من اول تجربه. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء عنا بجات 5 بيضات، حط 3/4 كوب سكر، نص ملعقة صغيرة فانيلا، بخفقهم مع بعض على سرعة عالية. خفقتهم حوالي 3 دقايق. عنا حامضة، بحط برش الحامض فوق الكيك. حطينا برش حامضة فوق الكيك، 1/4 كوب عصير حامض، 1/2 كوب زيت نباتي، بضيف 2 ملاعق صغار بيكنج باودر، 2 ملاعق. هون نخلت 1.5 كوب طحين، بضيفهم على دفعات، انا عم بخفق على سرعة خفيفة. حطيت ورقة زبدة بأرض القالب، عم حمل الفرن كمان على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. بنحط العجينة، هلا بدخل الكيك على الفرن. هيدا الكيك بعد ما طلع من الفرن أخذ بالفرن 30 دقيقة، بدنا نشيله من القالب. هذا الشكل النهائي للكيك، بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.